بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا those who reject من أهل الكتاب والمشركين among the people of book and among the polytheists منفكين حتى تأتيهم البينة were not going to depart until there comes to them clear evidence رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله A messenger from Allah يتلو صحفا مطهرة Rehearsing scriptures pure and holy فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة In it there are laws right and straight وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب Nor did the people of book differ إلا من بعد ما جاءتهم البينة until there came to them clear evidence وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ما أمروا and they are not commanded إلا ليعبدوا الله except to worship Allah مخلصين له الدين offering him sincere devotion in religion. حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة being true to establish regular prayer and to practice regular charity. وذلك دين القيمة and that is a religion right and straight إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين كفروا indeed those who reject من أهل الكتاب والمشركين among the people of the book and among the polytheists في نار جهنم خالدين فيها will be in hellfire to dwell therein أولئك هم شر البرية they are the worst of creatures إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا indeed those who believe عملوا الصالحات and do righteous deeds أولئك هم خير البرية they are the best of creatures جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا جزاؤهم عند ربهم Their reward is with their Lord جنات عدن تجري من تحتها الأنهار Gardens of eternity beneath which rivers flow. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا They will dwell therein forever. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah well pleased with them, they with him. ذلك لمن خشي ربه. ذلك لمن خشي ربه. All of this is for such as fear their Lord.